السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة نسر الإدريسي. إذا كنت أول مرة كتزور القناة ما تنساو الضغط على زر جيم وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم هذا المحنشاش حلوين معمرين باللوز، كيجيو أكثر 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 من رائعين، معلكين من الداخل ومقرمشين من برا. كيف ما كتشوفوا راه شكلا زويونين وحتى مذاقا. شوفوا كيفاش كيجيو. هنا جاتني الكوموند، بغيت نشارك معكم بالضبط ما جاتني الكوموند. جاتني مع 11 ديال الليل، عيطات ليا السيده مولفة دائما كنخدم ليها، قالت لي والو نسرين تشهيت المحين شاش باللوز وبغيتهم غدا. فنض ديك الساعه خديت لها واحد نص كيلو ديال اللوز، عبرت نص كيلو ديال اللوز وخويت عليه الماء طايب، طيب مزيان وفسخت ليه القشره ديالو وغسلته ودرتو في هاد، سقطرتو مزيان ودرتو في هاد الصينيه. من الاحسن تفرشو تحتها شي زويف ولا شي حاجه نقي باش يبقى ينشف ليكم. هو اللوز دائما كيبغي يبات، من الاحسن يبات باش ما ديك الحلوه ديالكم كتبقى معلكه وزوينه وكتبقى اطول مده ممكنه وما كتغمالش. خديت هنايا اللوز فسختو كله، النص غنديرو عقده والنص غنقليه في شويه ديال الزيت. دائما اللوز كنقليوه في زيت بارده كيف ما كتشوفوا، كنديروا عليه النار مهيله ما كنجهدوش عليه باش تمشي فيه تحميره واحده صافي. والنص الاخر غناخدو غنديرو في الان دو تخوا، طحنو في الان دو تخوا على شكل عقده. غندير معاه هنايا عندي نص الكميه يعني ربع ديال اللوز وغنطحنو مع ربع ديال السنيده، وعاده غنزيد نخلطو مع اللوز الاخر حتى هو اللي غنطحنو. صافي دود طحنتو الطحنه الاولى والطحنه الثانيه والطحنه الثالثه حتى تعلق ليا مزيان. خاص اللوز يجي معلق، ما خصش تبقى فيه هكا حبيبات ولا شي حاجه، خصو يكون معلق. وصافي راه طحنتو مع سنيده نيت هذيك الرابعه، ما بغيتش نطول لكم الفيديو بزاف. وهذاك اللوز الاخر اللي قليته حتى هو طحنتو مزيان، كيف ما كتشوفوا راه كاين واحد الفرق ديال اللون، راه كنظن انه الفيديو واضح. خديت هنايا راس معلقه صغيره ديال القرفه اللي تكون جديده وتكون مطحونه مزيان، ما تكثروش منها القرفه حيت تقدر تغير لكم المذاق وما يبقاش النكهه ديال اللوز غالبه. كنزيدو هنايا الناباج، انا كنخدم هاد الناباج ديال فتافيت كيجي زوين كيعجبني انا شخصيا، كنخدم به بزاف في لي كوموند. خديت منه معلقه صغيره. الدور ديال هاد الناباج كيعلق لينا العقده وكتبقى طويله، كتبقى عفوا كتبقى الحلوه صابره لمده طويله. خديت هنايا شويه ديال مزهر، ماشي مزهر، النكهه ديال الزهر ولا روح الزهر. غناخد غير شويه غير قطيرات، ما تكثروش منها، ديروا غير واحد جوج قطيرات كاع ديروهم ولا ثلاثه، غير جوج بركه صراحه، ديروها في هذه الكميه باش ما تغلبش لكم على المذاق ديال اللوز. زيدوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده سبيسيال او زبده من نوع جيد، الدور ديال هذه الزبده كترطب لنا العقده ديالنا. كنزيدوا شويه ديال المزهر، انا هذا المزهر هو اللي كنخدم به ديال دار العامري، كتكون النكهه ديالو زوينه. كناخذ هذه القرعه ب 18 درهم فيها اترو، كدي ليا مده طويله صافي. وكنبقاو نزيدو بشويه بشويه وكنعجنو كندلكوها، خاص هذيك العقده تدلك مزيان باش كتجمع لينا وكتجي زوينه كتعلق كيف ما كنقولوا. صافي كنبقاو نزيدو بشويه بشويه. واحد الملاحظه بالنسبه للبنات، الا طلق لكم اللوز ديالكم، الا طلق لكم الزيت وشفتوا كميه كبيره ديال الزيت خرجت منه، كتبداو تزيدوا كتبقاو تزيدوا في مزهر وكدلكوا، ما تسخنوش المزهر، ديروا غير مزهر بارد وعطيو هاد ليك. خاص هذاك العقده تعاود تشرب الزيت ديالها باش تبقى لكم الحلوى رطبه، هذاك الزيت هو اللي كيرطبها، الا مشات تضاع لكم راه تضيعوا في الحلوى ديالكم. بقاو هكا كتجمعوها وتزيدوا زيت، تزيدوا مزهر غير بشويه بشويه ودلكوها، خاصها تدلك. شوفوا كيفاش ولات لي انا
ردلكش انا ما بغيتش نطول لكم الفيديو، كدلكوها مزيان. شوفوا كيفاش ولات باش تعرفوها. راه العقده ديالكم دلكات مزيان، كديروا لها الطريقه، كديروا حريبين للرقيق وكتحاولوا تدوروه خصو ما يتشققش ليكم. هاد الطريقه كنعتمدوها في حلويات اللوز كامله اللي فيهم العقده. صافي، وكناخدو هاد العقده ديالنا وكنديروها كويرات صغار بهاد الحجم. وغناخدو دابا الورقه، ديت هنايا نص كيلو ديال الورقه، هو نورمالمون غير 300 غرام كيتقد هاد نص كيلو ديال اللوز. صافي، كنطويوها هكا على جوج وغنقطعوها على اربعه. انا هنا شويه تخربقات لي الورده الورده عفوا الورده الورقه، ولكن قادها. صافي، كنقطعوا الورقه هكا على اربعه وكنعاودوا نحيدوا ليها الجوانب ديالها. نتوما غتشوفوها في الفيديو، دوك الجوانب اللي كيكونوا واقفين شويه ولا قاصحين كنحيدوهم. شوية تخربقات لي شوية ولكن غنقادها وغنكمل خدمتي. بهذه الطريقة كيجيو الحنشات مقادين ومتشولين، يجي الشكل ديالهم زوين حسن من الطرق الأخرى. صافي، دابا غنفيني جناب، نحيد هاد الورقة هنا اللي كتكون قاصحة. كيف ما شفتو راه عندي العقدة عندي الورقة زويونة، والأحسن تشوفوا شي ورقة تكون زوينة باش تطلع لكم النتيجة حتى هي داكشي اللي باغي. صافي، وكتاخدوا هذيك الورقه ملي كتحيدوا ليها هكا الجوانب وكتقطعوها، ضروري انكم ديروها في شي بلاستيكه وتسدوا عليها، وكتبداو تجبدوا بشويه بشويه، تبداو تخدموا بكميه بكميه، حيت الا خليتوها بلا بلاستيكه غتنشف لكم وغتمحنكم في الخدمه. خاصها دائما، راه البرد راه كيقصحها. صافي، دابا كناخذ الورقه ديالنا وكناخذ المثلث الاول. دائما الجهه الحرشه كتكون من الفوق، الجهه الرطبه والملسه كتكون من التحت، ندهنها بشويه ديال الزيت. وكناخذ كوريه كنحربلوها رقيقه كما كيف ما غتشوفوا في الفيديو. خديت هنايا خليط ديال الماء او ما زهر والطحين وكنخلطوهم مزيان، الماء عادي او ما زهر كنخلطوه مع الطحين بحال الطحين اللي كندورو به الحريره. هذه هي التلصيقه ديالنا اللي غنلصقوا بها الورقه. صافي، كنديروا هكا حربول طويل ورقيق يكون ديس مستوى واحد كيف ما كتشوفون. صافي، نبدا نلف عليه، نحاول ان هذيك الورقه نموتها مع العقده. صافي، كنجيو حتى لهاد القنيت وكنديروا فيه شويه ديال هذاك الطحين والماء وكنلصقوا. كنحيدوا الزوائد الجناب باش ما تبقاش لينا ديك العقده قاصحه، نحاولوا نضغطوا عليه شويه كيف ما كتشوفوا. ضغطوا عليها هكا شويه باش كنقتلوا ديك الورقه مع العقده، ما كيبقاوش لينا تبقاش لينا الورقه المنفوخه. صافي، كنبداو ندورو على شكل حلزون.
كنلصقوا النهايه ديال هاد الشريط، كنلصقوا عاوتاني بالطحين غير شويه، ما تكتلوش منه الطحين، وهاد الزائد كنهبطوه من لتحت. صافي، وكنديروه في واحد اللاطه وكنخليوه. الحلوى كلها ديال اللوز كيف ما كنعرفوا راها كتبات، ضروري خاصها تبات لوحو على واحد الزويف، وخليوها غطيوها، خليوها في شي بلاصه تكون مبرده، وخليوها تنشف باش ملي تجيو طيبوها الغد ليه ما تطرطقش ليكم، وتبقى محافظه على الشكل ديالها. انا هنايا راحت السيده بغات عليا في نهارها وتشهاتها، علمتني بالليل وبغاتها الغد ليه، راه خليتها غير واحد 4 سوايع في واحد البلاصه مبرده وطيبتها، طيبتها ليها ساعه جد زوينه. الحمد لله ربي محشمنيش معاه. صافي، بنفس الطريقه غنكملوا الكميه كلها. انا غنعاود معكم واحد الحبه اخر اولا جوج باش تشوفوا مزيان الطريقه كيفاش كتمشي. راها ساهله، وغير زعموا عليها، راها زعما الطريقه ساهله ومضمونه، زعما ماشي شي حاجه اللي ما تصدقش ليكم. ولا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخدموا لي كوموند، هاد الحليوه هادي اولا المحينشه هادي كندوزها ب 130 درهم على حسب اللوز، حيت دابا اللوز راه رخيص، دوزتها ب 130 درهم، تقدروا تدوزوها حتى ل 150 درهم الا كان اللوز طالع في الثمن. وهاد الكميه راه خرجت ليا كيلو وربع تقريبا، شديت انا كيلو عبرته للسيده ووفيت ليها شويه، واللي بقى لي راه خليته لداري. صافي، كيف ما شفتو كتحاولوا ديو الخدمه ديالكم فين يوم قاده باش كيجيكم الحبات ديالكم زويونين وحلوين في الشكل ديالهم. شوفوا كيفاش كتجي متوله. فانا نزيد معكم حبه اخرى. دائما الجهه الحرشه كتكون من الفوق، الجهه الرطبه كتكون من تحت او الملسه. صافي، ها هما دابا قلت لك كيف ما قلت لكم، انا هنا غنخليهم غير 4 سوايع. نتوما الا كان عندكم الوقت خليهم يباتوا ليله كامله يضرب فيهم البرد حتى الغد لي عاد طيبوه. ملي تبغوا طيبوهم ضروري تاخدوا واحد الفنيته او بره تعقموها وتقبوهم، ديروا فيهم واحد 4 5 ديال التقيبات عاد طيبوها كيف ما كتشوفوا في الفيديو. ضروري تقبوها باش ما تطرطقش ليكم. تاخدوا واحد الكميه ديال الزبده تذوبوها حتى تولي نوازيت، زبده ديال العبار او زبده حيوانيه، تذوبوها مزيان حتى تولي نوازيت، تحيد منها الماء نهائيا، ودهنوا بها المحينشات ديالكم وتدخلوهم للفرن. كما شفتوا هاي الزبده
خدوا كمية قليلة ما تكتروش، جوج المعالق كبار ما عامرين شراها كافيين في هذه الكمية. صافي حاولوا تدهنوهم مزيان، دخلوهم يطيبوا، يطيبوا من تحت هو الأول، عادي يطيبوا من الفوق بحال الطياب ديال الحلوى عادي، غير هما ما تحمروهمش، ما خصهمش يتحمروا. الا حمرتوهم وكثرتو ليهم الطياب راه كيجيو قاصحين. المهم انت تشوفوا الشكل، شوفوا الشكل اللي خرجتو فيه. انا نبدا نحيد هادو اللي تحمروا شويه، غنهزهم ونبدا نعسل فيهم حتى ما خداوش اللون بزاف، راه غي ملي غنعسلوهم راه غيزيد ياخدوا اللون. نزتو ملي هكا راه غيقصحوا لكم كيف ما قلت لكم. صافي هادو اللي تحمروا غنبدا نزيد عليهم العسل. العسل راه شاركته معكم في القناه، كنظن الفيديو اللي قبل من هذا راه حطيتو لكم في القناه. اللي بغى نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هذا العسل ديال سنيده، وداير حتى العسل ديال القالب حتى هو كاين عندي في القناه، بجوجهم ناجحين، غير جربوه. صافي كيف ما كتشوفوا كنبقى نزيد هادو اللي تحمروا بشويه بشويه، وكنعسل عاوتاني من الفوق، وكنخليهم واحد المده ديال ساعتين ولا ثلاثه د السوايع بقاو يشربوا في العسل. عاد ناخذوهم ونصفيوهم في شي شبيكه. صافي انا هنايا راه خديت ورشيتهم بواحد شويه ديال اللوز كونكاسي محمرته في الفران، وجا شي شكل ديالهم زوين، وجا الشكل كيف ما كتشوفوا. يلا حبيباتي نتمنى الفيديو يعجبكم، الا عجبكم ديروا جيم وابوني وفعلوا الجرس فضلا وليس امرا. يلا الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.